السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. مرحبا بكم في حلقة جديدة من قناة سعودي أوتو، وننقل لكم حلقة اليوم من معرض دبي الدولي للسيارات. وأنا الآن في جناح شركة انفينيتي للسيارات. دشنوا اليوم سيارة مهمة جدا، السيارة اللي خلفي هذه هي انفينيتي QX80، وحاعطيكم تقرير مفصل عن السيارة. سيارة المفهوم المانوغراف انفينيتي QX80 ظهرت لأول مرة في معرض نيويورك للسيارات، اللي أعطت نظرة كيف حيكون شكل الجيل الجديد من سيارات الدفع الرباعي الSUV الكبيرة. انفينيتي QX80 موديل 2018. انفينيتي QX80 موديل 2018 استخدمت نفس قاعدة العجلات في الجيل السابق. قاعدة العجلات هذه تستخدمها نيسان باترول واسمها بودي اون فريم، وعندها المقدرة لسحب 8500 رطل مع نظام تعليق خلفي بتسوية ذاتية للمساعدة على عملية السحب، بالإضافة إلى نظام التعليق الخلفي المستقل متعدد الوصلات. تتوفر بنظام اختياري للتحكم في حركة الهيكل. مثل ما أنتم عارفين، تحولت نيسان أرمادا موديل 2017 إلى قاعدة عجلات الباترول، اللي في السابق كانت تشترك في قاعدة عجلات البيك اب تراك اللي اسمه نيسان تايتن. عادة مصانع السيارات لما يدشنوا جيل جديد من أي سيارة، أول شيء يغيروه هو قاعدة العجلات عشان يطوروا القيادة الديناميكية للسيارة، أو أنهم يعملوا تغييرات هيكلية ثانية. لكن سيارات الدفع الرباعي الكبيرة عادة تكون اللايف سايكل تبعتها، اللي هي دورة حياة الإنتاج، فيها أطول من سيارات الكروس أوفر اللي فيها المنافسة شرسة وأكبر. تنافس انفينيتي QX80 موديل 2018 كل من كادلاك اسكاليد واللينكون نافيجيتر واللكسس LX وجي ام سي يوكون دينالي ومرسيدس بنز GLS. التصميم الخارجي العام للانفينيتي QX80 تظهر بخطوط مثل العضلات، وبنسب كبيرة لغة التصميم تعتبر قوية لكن أنيقة في نفس الوقت. المنحنيات السلسة والدائرية في الجيل السابق راحت وأعطت الطريق إلى أشكال أكثر حداثة وزوايا منحوتة أكثر، وفيها وقفات مستقيمة ورياضية أكثر، لكن أشوفها بعدت نوعا ما عن المانوغراف اللي هي السيارة المفهوم. انفينيتي QX80 الجديدة تظهر أنها أطول مع خطوط تبرز شخصيتها أكثر، والواجهة الأمامية زي ما أنتم شايفينها كل شيء فيه له وظيفة ومهمة. نشوف الحافة الأمامية لغطاء المحرك تمتد 90 ملم لقدام، وزاد ارتفاعها 20 ملم، اللي يخلي الجسم الأمامي للسيارة على شكل مربع وعمودي، ويخلي شكل غطاء المحرك تبع السيارة أطول. لما تشوف بروفايل السيارة، الأضواء الأمامية ممتدة إلى جانب السيارة، وشبك التهوية كبير ماخذ معظم الواجهة الأمامية. شبك التهوية يظهر بقوس المزدوج اتكبر أكثر، اللي هو موجود في الأعلى وفي أسفل الشبك التهوية، هذا صار منفصل وأوضح بصفة عامة. ونشوف شريط نحيف من الألمنيوم تحت شبك التهوية. يبرز عرض السيارة، والجزء السفلي للصدام الأمامي رفعوه شوية. ومن جانب السيارة فتحات التهوية الجانبية لتبريد المحرك، وجنوط مقاس 20 إلى 22 بوصة طراز ألمنيوم. وحتتوفر بثلاثة ألوان مجددة، اللي هي أبيض قمري وأسود معدني وفضي، عشان يصبح مجموع الألوان 9 ألوان. مثل بقية السيارة، الواجهة الخلفية تتمثل بالبساطة، فيها تفاصيل واضحة. الأضواء الخلفية أنحف من الجيل السابق، والصدام الخلفي السفلي رفعوه شوية. عشان كده شكل QX80 أطول وأعرض ورياضية أكثر من الموديل السابق. مساحة صندوق الأمتعة تقدر حوالي تقريبا 470 لتر. بظهر مقاعد الصف الثالث مرتفعة، لكن لما ننزل ظهر مقاعد الصف الثالث بتعطينا مساحة 1404 لتر، ولما ننزل ظهر مقاعد الصف الثاني بتعطينا حوالي تقريبا 2690 لتر. زي ما انتم شايفين هذه جاهزة للتخزين. محرك انفينيتي QX80 موديل 2018 سعته 5.6 لتر، 8 سلندر، 32 صمام، بيعطي قوة 400 حصان عند 5800 دورة في الدقيقة، وعزم دوران 560 نيوتن متر عند 4000 دورة في الدقيقة. ويرتبط المحرك بناقل حركة آلي من 7 سرعات، وتتوفر بنظامين، دفع خلفي ونظام دفع رباعي. طبعا لما نتكلم عن اقتصاد المحرك في استهلاك الوقود في المدينة 5.53 كيلومتر لكل لتر، وفي الطرق السريعة 8.08 كيلومتر لكل لتر، ومختلط بين المدينة والطرق السريعة 6.8 كيلومتر لكل لتر. المقصورة الداخلية للإنفينيتي QX80 فخمة، والمواد المستخدمة في التصنيع جودتها عالية. نقطة جدا مهمة لمقصورة أي سيارة في هذه الفئة هي هدوء المقصورة من الداخل. طبعا نحن ما قمنا بتجربة السيارة، عشان كده ما أقدر أعطيكم تقييمي لهدوء المقصورة الداخلية، لكن إنفينيتي بتقول بأن هدوء المقصورة الداخلية أفضل من المنافسين، لأن مستخدموا مواد عازلة للصوت، وأضافوا على التابلو كمان عشان يخففوا من دخول صوت المحرك للمقصورة الداخلية. وكمان الأرضيات حطوا لها مواد عازلة. على العموم لما نجرب السيارة أقول لكم انطباعي عن هدوء المقصورة من الداخل. تصميم المقصورة الداخلية صارت عملية أكثر، ووفروا أماكن تخزين كثيرة حتى تلبي السيارة لاحتياجات العملاء والسائقين. الجلود المستخدمة في تصنيع المقصورة الداخلية تعتبر أعلى جودة. شركة إنفينيتي ما استخدمتها في تصنيع أي مقصورات داخلية إلى الآن في سياراتهم. تم تحديث نظام الترفيه، وصار يسمح لسائقين السيارة بتخصيص مميزات القيادة من خلال شاشة تعمل باللمس، مقاس 8 بوصات مع التحكم الذكي في اللمس المتعدد اللي هو ملتي تاتش سمارت فون، وكمان التحكم الصوتي بالإضافة إلى أزارير موجودة تحت الشاشة وعلى عجلة القيادة. كمان لما تعمل بير أو اقتران مع مفتاح السيارة تبع QX80 الذكي، نظام إنفينيتي إنتاتش يحفظ أكثر من 200 إعداد للسائقين، منها الإعدادات المخصصة للملاحة والمقاعد والنظام الصوتي وأنظمة السلامة والتحكم في الطقس ونظام الإنفوتيمنت اللي هو المعلومات والترفيه. السيارة نفسها أوتوماتيكيا تضبط كل هذه الإعدادات لما تستشعر كل مفتاح ذكي لوحده. نظام الترفيه بصفة عامة اترقى، خاصة نظام الترفيه الخلفي. الشاشات الخلفية صارت عالية الدقة وتوفر واجهة للاتصال والترفيه، والنظام الآن يدعم 31 لغة، في حين أن الجيل السابق كان يدعم بس 3 لغات. وأضف كمان توفر فتحات HDMI، وهذه ميزة جديدة ما كانت متوفرة في الجيل السابق، وفتحة USB، وأضافوا كمان فتحتين USB للمقاعد الخلفية. هذا النظام يتيح استخدام مشغل البلوراي والDVD وأجهزة الألعاب والتلفونات الذكية وتابلت وUSB ميموري ستيكس كمان وفيديو كاميرا، والشاشتين تتحكم فيهم عن طريق الريموت كنترول. تقدم QX80 الجديدة مجموعة من التقنيات المساعدة على القيادة، منها ابتكارات السلامة الاستباقية البرو أكتيف اللي تدعم السائق في تحديد السيارات الثانية والمخاطر المحتملة والاستجابة لها. طبعا هذا الكلام كله جاي من 5 كاميرات و3 رادارات تشوف الطريق الأمامي، وكمان مراقبة محيط السيارة. وبعد كده النظام يسمح للسيارة إنها تتفاعل وتستجيب على حسب أو بالطريقة المناسبة. QX80 صار فيها مجموعة تقنيات جديدة عشان تعطي السائق معلومات عن محيطه ومساعدته على تجنب المخاطر، ومن هذه التقنيات اللي هي نظام التحذير عن مغادرة خط المسار ومنعه، ونظام الحفاظ على مسافة الأمان، ونظام التنبؤ بالاصطدام الأمامي والتحذير من الاصطدام الأمامي كمان، ونظام المكابح الآلية ومثبت السرعة الذكي، ونظام رصد النقطة العمياء والتدخل، ونظام التدخل الاحتياطي قبل الاصطدام. من ناحية أداء السيارة QX80 توفر ركوب مريح لكن مشدود شوية. نظام التعليق مصمم عشان يصفي وضعيات الطرق السيئة مثل المطبات والحفر ويحافظ على راحة الركوب. مرة ثانية نحن ما جربنا السيارة، لكن مهندسين إنفينيتي اليوم بيوعدونا بأنه نظام تعليق QX80 الجديدة حيفاجئنا، وأنا حقيقة منتظر أشوف أداء نظام التعليق الجديد اللي هو نظام التعليق المزدوج المستقل تماما. وكمان تقنية QX80 الفريدة للتحكم في الحركة الهيدروليكية للهيكل اللي هي HPMC اللي تحد من زيادة ميلان الهيكل في المنعطفات القوية. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم بتجربة اليوم، ولمزيد من المعلومات زوروا موقعنا saudiauto.com.sa، ولا تنسوا وضع جوالاتكم على الصامت خلال القيادة لأن الرسائل النصية والمكالمات الهاتفية من أكبر المسببات للحوادث، فضع جوالك على الصامت وقد بأمان. وإذا أعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا تشتركوا في القناة وتعملوا لايك وشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.